السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من عنوان الحلقة. في عنواننا لهذا اليوم: استمرار المظاهرات في العراق رفضا للأحزاب الحاكمة ومن جاء معهم، واستمرار القمع الحكومي والميليشياوي للمتظاهرين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في ملعب واسط بمدينة الكوت، جماهير واسط في ملعب الكوت هتفت بعد انقطاع الكهرباء أثناء حفل افتتاح الملعب، ليتحول هتاف الجماهير ضد الحكومة وفسادها. يفضل أن تكون هذه التجمهرات من الجماهير طبعا في واسط على الأرض موجودة. نعم، هو افتتاح ملعب وربما هناك شغف كروي دعاهم إلى الذهاب إلى هذا الملعب من أجل مشاهدة الافتتاح، لكن الحقائق تكشف في العراق والفضائح تظهر للعيان، وبالتالي عرف المشاركون أو المشجعون حقيقة الأحداث الجارية حولهم، وظهرت الأصوات الحقيقية التي في داخلهم التي تطالب بالخدمات والتي تدعو رفضا لهؤلاء الموجودين في الحكم الآن. نتابع مع حضراتكم الآن جانب تظاهرات أو مظاهرات أهالي ذي قار يوم الجمعة الماضية. مشاهدينا الكرام، استمعنا إلى الشعار الذي رفع: عملية حسابية بسيطة وسريعة، متظاهرون يطالبون برحيل هذه السلطة بأحزابها وميليشياتها. تخرج مرجعية تدعم المتظاهرين بمطالبهم وتقول على الحكومة أن تلبي مطالب المتظاهرين، في نفس الوقت تدعو إلى الاستعجال أو الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، حكومة الانتخابات التي رفضها الشعب. كيف يمكن أن تفهم هذه العملية؟ دعم لطرفين في نفس الوقت، دعم لمطالب متناقضة تماما. نتابع مع حضراتكم الآن موضوع آخر، وهو اعتداء القوات الأمنية على المتظاهرين السلميين الذين يحاولون عبور جسر الزيتون نحو منزل محافظ ذي قار يوم الجمعة التي مضت. الآن الاعتداء على متظاهرين سلميين في ذي قار. الآن قوات الشغب تعتدي على المتظاهرين السلميين الذين لا يحملون سوى الكلمة. جيش الاحتلال مو جيش الآن، جيش العراق جيش الاحتلال. الآن المتظاهرين المتظاهرون غاضبون، القوات الشغب تتقدم. الآن قوات الآن الكل يتحرك، قوات الشغب تعتدي على المواطنين العزل الذين لا يحملون سوى الكلمة، يعتدون عليهم بالطابوق بالحجارة، كذلك يردون الحجارة عليهم. المواطنون غاضبون كثيرا. الآن شرارة الثورة انطلقت من البصرة، والآن في محافظة ذي قار
يا ولد لا حد يرجع يا ولد لا حد يرجع يا ولد. استمعتم في بداية هذا المقطع إلى الشخص الذي قال هذا جيش احتلال، هذا ليس جيشا وطنيا، ليس جيش العراق، هذا جيش احتلال. هكذا ربما هو واقع الحال الذي يعيشه المواطن العراقي مع القوات الحكومية. المدني يرفض رفضا تاما هذه القوات لأنها هي السبب فيما يحدث له من مآسي وضرب واعتداء وسحل وقتل وما إلى ذلك، هي التي وقفت مع السلطة أمام الشعب وبالتالي هي منبوذة ومرفوضة. هذا الكلام ليس كلام آني، ليس كلام حاليا، هذا الكلام جاء منذ أن جاء الاحتلال الأمريكي للعراق وأسس الجيش الحديث، جيش ما بعد الاحتلال، الجيش الذي تضمن أسس وأحزاب طائفية وأسس على أساس طائفي حزبي، وأصبحت الانتماءات ملأت أو تملأ هذا الجيش بقياداته وأفراده، بالإضافة إلى الضباط الدمج الذين دخلوا إلى الجيش والشرطة الذين دمروا هذه المؤسسة العريقة. وبالتالي من الطبيعي أن يجد المواطن العراقي نفسه يهاجم هذا الجيش، لأنه ليس الجيش الذي دافع عنه منذ الثمانينات وحتى هذه اللحظة، أو الذي قبلها والذي قاد حروبا وشارك بحروب حتى مع الدول العربية نصرة لها. نستمر في المظاهرات في العراق. فبعد المظاهرات والقمع الذي شاهدتم، بدأ اعتصام سلمي مفتوح في باهلة بقضاء المدينة قرب حقل غرب القرنة بمحافظة البصرة. طلعنا تظاهرات سابقة ووعدونا بعشرين يوم ولحد الآن ما نفذوا أي مطلب. إحنا بالنسبة لنا كأناس كعشيرة بني منصور كشباب قضاء المدينة، إحنا بالنسبة لنا نام احتصمين الآخر. شنو تريد من الحكومة؟ أريد مطالبنا يا أخي، إحنا بين حقل بين نار. مو طلعت إجت لجنة وقالتكم راح أحقق مطالبكم؟ وعود كاذب حجي وتخديرية. مو سلمت قد سلمتوهم فايلات وكل معاملة احترقت فايلاتنا احترقت، يعني شغلتنا مثل ما تقول مبيوعة. إحنا بالنسبة لنا ما عندنا أي إشكال، ناس تعبانين. وأستم شين يا شين ناصبين خيام اليوم؟ ناصبين خيام ومحتصمين لحد آخر مطلب عندنا. وين محتصمين؟ غير مريد مكان، حتى الناس الصحفيين تدري الناس العالم خلي يسمع هاي المطالب، هاي الناس المظلومة. راح نعطي مهلة. نعم. والمهلة ما تتجاوز الخمسة أيام، بعدين يتحرك مكاننا، بعدين ما نضمن هاي العالم تخرج الجزء. وعود كاذبة، وعود وهمية، محاولة تميع، محاولة تخدير للمتظاهرين والمظاهرات. يعطون وعود من قبل السلطة، من قبل المحافظة بمجلسها أو من قبل الحكومة المركزية، وعود من أجل إسكاتهم، وعود من أجل إعادتهم إلى منازلهم مرة أخرى. وعود التعيينات شاهدوها أهالي محافظة البصرة كيف أحرقت الملفات وكيف ألقيت في النفايات. وعود الكهرباء والخدمات حتى هذه اللحظة لم تنفذ، وعود كثيرة أعطيت لهم، لكن الحقيقة أنهم لم يعودوا يستمعوا مرة أخرى إلى هذه الوعود، لم تعد تنطلي عليهم، وبالتالي هذا هو الرد الذي شاهدتموه. اللجنة التنسيقية في محافظة البصرة تعلن للمتظاهرين بدأ اعتصام أهالي المحافظة المفتوح بجوار مبنى مجلس المحافظة، فلنشاهد. يقول المطالب إحنا الاعتصام ما تكفي، هذا مطلب. يا نبي يا اعتصام حدد جبان لا تجي قدامي، تخاف من عندي ما تقدر تعميني.
تعال مفاوضة عامة نقعد قدام الكل وقدام العلاف وهاو شرط ومباشر تمام والحقوق كلها تسمح والعالم كله يسمح قاف قاف عيب عيب قاف لا خاف شوف خليني اقول لك دين ومذهب وكل الاديان تقول كل واحد يموت بيوم اذا جاء اجلهم باخر ساعه لا يستخدمه وكل اجل الكتاب وها خليني بس لك الايه مال اذا لا تروح لا تروح المكان حتى لا تعرض نفسك للخطا وهذا هاي كلها على الباطل مو على الحق انا على الحق انا على الحق فهمت شلون فهمت شلون هاي مو تهلك هذا حق كما استمعتم مشاهدينا الكرام السؤال هو هل تستطيع حكومة العبادي أو الحكومة التي سبقتها أو الحكومة التي قد تأتي ربما في ظل الإصرار من المرجعية ومن السياسيين الموجودين على تشكيل هذه الحكومة هل تعتقدون أنهم لديهم القدرة أن يجلسوا مع الشباب مع الناس كما طالبوا أهالي محافظة البصرة ويعقدون معهم الحوارات والنقاشات ليستمعوا إلى آرائهم وينفذوها فعلاً أمام الرأي العام وعلى بث مباشر هل لديهم هذه القدرة؟ تابعنا في كثير من الأحيان عندما يتهرب المسؤول أو السياسي من الجماهير في طبعاً السنة والشيعة هي لا فرق هم في النهاية السياسيون جاءوا بعد الاحتلال هؤلاء تهربوا من أبناء محافظاتهم في كثير من الأحيان تابعنا الذي حاول أن يطرح معاناته أو يطرح مشكلته للمسؤول وإذ بالمسؤول يهرب إلى مكان آخر في سيارته المصفحة المكيفة مع حمايته وحراساته ولم يستمع حتى إلى أصوات الناس التي تعاني القيادي في العصائب والنائب عن تحالف الفتح حسن سالم يقول إن المتظاهرين مدعومين من الكيان الصهيوني فلنشاهد تدس هذه الأحزاب والمكونات وعند الأشخاص من نتيجة هذا أخفل جانب مهم ودور مهم هو العناية بالشباب أنا اللي لاحظت من خلال التظاهرات هؤلاء الشباب اللي قاعد يشوفهم مثلا ملابس مختلفة موضات الشعار موضات الملابس غيرها هسه كل هذا نحافظ على شخصيته وإسلاميته وطبيعة المجتمع اللي يعيش فيه لا بأس لكن مع الأسف الشديد بدت هذه الموجات المحاربة بدت تستغلهم أنا عندي اطلاع وعندي حتى معلومات استخبارية يؤخذ بها هؤلاء الشباب اليوم ما عندهم أنه حتى مصر كيف تلك الجهات معينة تأخذ إلى كردستان وهناك البذر وهناك الحفلات بعدين يؤخذ إلى إسبانيا ومشاهدة مباراة كرة قدم للدوري الإسباني يلتقون به شخصيات إسرائيلية لكن وقت انه تبدا عمليه غسل الامثله وتم التوجيهات والاملاحات والتجميل وبالتالي هذا يصير حمص ومضاعف بين المجتمع والاسلام وحتى بالعشيره. انا في هذه التظاهرات حقيقه لاحظ الشباب مندفعين تماما للدفاع وضيعوا كثير موقف روح الحكايه ورد على المصور الفلاني الحكومه صفت كلامي هذا الباب يقول لدي معلومات استخباراتية عن جولة طويلة تبدأ من العراق تنتهي في الكيان الصهيوني بتدريب وغسل لأدمغة شباب يعودون مرة أخرى إلى العراق لكي يهيجوا التظاهرات أو يسببوا فوضى حسن سالم القيادي بالفتح لديه معلومات استخباراتية أين كانت هذه المعلومات عندما حدثت التفجيرات في العراق؟ لماذا جهاز المخابرات الخاص بكم يأتي بالمعلومات التي تخدمكم فقط التي تخدم المصالح التي تنكل وتضرب بالمتظاهرين أو بالمواطن الذي يقول لا للسياسي أين كانت هذه الأجهزة عندما حدثت التفجيرات وأبادت المئات من العراقيين أين هذه الأجهزة عندما حدث الخراب بالمحافظات الغربية أين هذه الأجهزة عندما حدثت اختراقات من ميليشيات وعصابات مسلحة من إيران إلى العراق إيران تدخل وتخرج من العراق محملة بالسلاح إلى سوريا ولا توجد أجهزة استخبار تبلغكم بذلك عموما نبقى مع المظاهرات شيوخ عشائر محافظة المثنى يحذرون من المساس بخيام الاعتصام والمتظاهرين السلميين في المحافظة فلنشاهد ابنة الجندي ابنة المتظاهر ابنة بالمظاهرة ابنة الجاهد وياقفوا فلت رجاملكم عاج الموقف مال باكر وذن كل القضايا الحق عليه فإذا عدكم حل المشكلة حلوا مشكلة باكر ما تخير وما تنحصر لأن أمر من قيادة العمليات إذا تبنى خيمة إن شاء الله هي والوادي ما أدري بعد ما أدري هذا تبليغ واقف هذه تبليغات وعرفوها كل ترجمة ما أنا بقدر ولا أنت بتقولون إحنا أهل هاي المدينة حلوا المشكلة مال
الباكر، خلي القضية مع الباكر. أما المش يوصل أو الماء أو الكهرباء يوصل حلو دمي حلو دمي. نتابع أيضا مشاهدينا الكرام، رجل يتطوع لجمع العلب الفارغة والنفايات داخل الاعتصامات في محافظة المثنى، فلنشاهد. السلام عليكم، وأنا أحد المندسين في تظاهرات المثنى. عمليتك شنو هنا اختصاصا؟ أنا أنظف. شو تنظف؟ مسحت الإمارات السنية. إيه وشو تنظف؟ بطل الشرب من هذا فرات شاي كذي. اللي مطالبة الماي والمخلفات سلمية سلمية. الله يحفظك الله يحميك. هاي عينة صغيرة من متظاهرين مثنى، هذا حتى تشوفوا يلم علب المياه والمخلفات اللي يتركها المتظاهرين. رسالة واضحة. ونتابع أيضا مشاهدينا الكرام، بدء تجمع أهالي مدينة السماء ومركز محافظة المثنى للاعتصام في ساحة الاحتفالات. كما شاهدتم مشاهدين الكرام في بداية هذا المقطع، عملية التقهقر التي قامت بها القوات الأمنية عندما رأت المعتصمين وهم يتقدمون أو المتظاهرين. تخيلوا هذا المنظر لو حدث في أي منطقة أخرى، سيكون التقهقر بنفس الطريقة. مهما كانت القوة التي تمتلكها هذه السلطة ومهما كان نوع القمع الذي تستخدمه، لن يقف أمام زحف المتظاهرين. تذكروا هذه الكلمة، لأن قبلكم في مئات السنين أو عشرات السنين التي حدثت فيها مظاهرات واعتصامات وحدث فيها قمع، كانت الكلمة الأقوى هي كلمة الشعب، الشعب الذي رفض أن تسلط الأسلحة على رقابه وعلى رؤوسه واكتسح كل من وقف في طريقه. فمهما كانت هذه العصابات والميليشيات ستسقط إن كانت هناك إرادة حقيقية. نتابع مع حضراتكم توافد عشرات من الشباب للمشاركة في الاعتصام المفتوح في ساحة الاحتفالات في محافظة المثنى. We're gonna make it.
ونتابع أيضا مشاهدينا الكرام اعتصام شباب البصرة تحت الشمس وأشعتها الحارقة وقطع الطريق أمام مركز محافظة البصرة، فلنشاهد. بس هاي الاعداد القليله ما صوت واحد، صوت واحد، صوت الحق. اسمع يا ولد، رساله موجهه الى قوات الامنيه، انتم اخواننا، نحن نريد منكم ولكن نريد مساعدتكم، مساعدتكم معنا. نحن خرجنا متفاسد فلا تخلوا في وجوهنا، نحن نعاود الفساد. انتم اخواننا، انتم اخواننا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، في فقرة أراءكم نتابع معاناة أطفال العراق بسبب انعدام الكهرباء، فلنشاهد. اللهم احفظ أستاذ ابن المالكي من العبادي. الكهرباء طافية، المروحة الشحن خلصت، ماكو شحن، حتى كهرباء ماكو، المولد عطلان، خليته هنا مثل الدول، الكهرباء ما تطفى. قاعدين في هذا ابن المالكي ابن العبادي يجي. والحل؟ حل بيد الشعب. شيش بيه شعب؟ اليوم بعشوي بعشو مظاهرات. ما يطلع نايم. نايم. كلهم حزب وحزب. نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا المقطع مشاهدينا الكرام. في أول تعليق لدينا، سميرة تقول حتى الأطفال أملها على المظاهرات حتى تغير لهم هذا الحال المأساوي. في تعليق آخر لدينا، مايا العظمي تقول ملايين ملاعين حرامية، خلوا حتى الأطفال ما يعيشون طفولتهم مثل باقي الأطفال. وأيضا في التعليقات أحمد يقول هذا المقطع أو هذا المقطع من أجمل مقاطع انتفاضة الشعب، عفية عليك وبارك الله بيك، وأتمنى كل عراقي يشوفه ويحس على نفسه ويطلع ينتفض. في تعليق آخر جولنار تقول خلي يشوفك العبادي وربع الحرامية والفاسدين وأحزابه وميليشياته اللي تقتل بالناس وتحرق وتخرب. ولدينا أيضا نور تقول هفي يمه هفي، خاف النوب، حتى كرتونة نهفي بيها ماكو من وراء هالحكومة الفاسدة. وآخر التعليقات بهذا الخصوص الشمس والقمر يقول أو تقول هذا حالنا، الله ينتقم من الحكومة والساكتين عنها. كان هذا ما لدينا بفقرة أراكم مشاهدينا الكرام، نأتيكم بعد قليل بفقرة هاشتاج. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، فقرة هاشتاج الموضوع بالطبع سيكون عن المظاهرات في العراق، ولكن الوسم بعنوان اعتصامات الجنوب. فنشاهد التغريدات التي جاءت على هذا الوسم. دكتور جاسم الشمري يقول مظاهرات جنوب العراق وبغداد غيرت جزءا من المعادلة السياسية، وأوصلت رسالة للحكومة ومن معها مفادها أن أهالي الجنوب ليسوا نائمين، ولا يمكن خداعهم بعد اليوم بوعود تنموية وهمية. وفي تغريدة أخرى علي المدني يقول السماوة تسير على خطى الأبطال وتعلن اعتصامات أهلها شيبها قبل شبابها. ولدينا أيضا صريح العبارة يقول المخطط الإيراني في العراق ماشي لن يغير المعادلة سوى المواطن العراقي، ومن يعتقد أن الأمور تحل سلميا غلطان. وآخر التغريدات بهذا الخصوص سامي اللام يقول ما فائدة الإسراع بتشكيل الحكومة من نفس الكتل يا سستاني؟ الجواب لا مو جواب، هذا تشاليش طلعوا مظاهرات أهل الجنوب. طيب، كان هذا ما لدينا من تغريدات، ووصلنا بهذه التغريدات إلى نهاية حلقتنا. نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.